كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله برقية تعزية ومواساه من جلالة السلطان ابراهيم من المرحوم سلطان اسكندر سلطان وحاكم ولاية واقليم جوهر دار التعظيم بماليزيا بوفاة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رحمه الله. وأعرب جلالة السلطان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته